الحمد لله، هو اللي هي ناجحه بالحضور هذا، ناجحه بالتفاعلات نتاع ممثلي الانديه واللي هما السيد الجلسه العامه هذه. كان حضور متميز ويعطيهم الصحه، وكم شفتوا التفاعلات والواحد ما بين جامعه وما بين رؤساء جمعيات وممثلين نتاع الجمعيات هذه، واللي نعتبرها دارت في ظروف طيبه. الاجماع في المصادقه على التقرير المالي والادبي، تشوفها رساله بالنسبه لكم انتم على الاقل كمكتب مؤقت، رسالة باهية لكم انتم بكسوة تبقى ولا تخرج من بعض؟ هو الحمد لله، علاش هي خاطر اللي سم اليوم انه عرض التقرير الادبي والمالي، هو باش نوريو راه فما كل شيء في اطار الشفافية، نحطوا الامور هذه هاو الموجود دونك مقتنعوا بها، وراه هذا التقرير الادبي والمالي يوجه للجمعيات مدة قبل، دونك اطلعوا عليه وشافوا اليوم انه بعد عرضه من قبل دو كوميسير او كونت انه راهو معتمد، ما فيه حتى شيء حتى اخلال، دونك بالطبيعه باش يكون الاجماع على المصادقه عليه. انت اقرب منا الكواليس الجامعه وللجامعه، عجز في 9 شهور بخمسه مليارات، ينجم يكون البروفيزوار نعيشوا في تواكا عنده دخل فيه والا لا ماليا حسب رايك؟ هو راهو مش عجز نتاع تسعة شهور بخمسه مليارات، مش هذايا، هو راهو هذايا صحيح التقرير نتاع الخمسه شهور، لكن فيه الاقديم فيه فما فلوس تدخل للجامعه، فلوس تدخل من الفيفا، من مشاركتنا في كاس العالم، في فلوس تدخل من الكاف، فلوس من العقود الاستشهار، فلوس من العقود نتاع البث التلفزي، هذه فلوس تدخل، لكن كيف فما مصاريف تصرف، فما مصاريف كبيره اللي هي النسبه الكبيره منها للمنتخب الوطني للاكابر، لكن فما منتخبات زي الاخرين الشبان اللي فيهم زي مصاريف وفيهم تنقلات حتى للخارج، فما مصاريف تنقل نتاع الطائرات خاصة اللي يمشي بها المنتخب الوطني اللي هي فيها فلوس، دونك تصرف، فما متخلدات بالذمة نتاع حكام كانت مش خالصة خلصناها، فما فلوس نتاع الأندية اللي ندفعوها ودفعناها في المدة هذه كنا برشا، دونك راهو التقرير هذايا هو تقرير شامل فيه الفلوس اللي دفعتهم جامعة تونس الخادم لي في كامل هالفترة هذه. سي وصف اليوم يعني على مستوى الفيفا وين ماشيين، يعني باش الامور تبدا 5 على 5 باش المكتب يخدم في الطريقه بطريقه سليمه، يعني فما انتخابات فما ليه نستنيو الفيفا تتكلم، يعني وين ماشيين بالضبط؟ انا بدي ما نجمش نعطيك الجواب لانه يعني ما عنديش انا الجواب، حاجه رسميه ما عنديش نستناو شنو هو القرار اللي باش يتخذ بخصوص باقي المشوار. نعرفوا فما انتخابات ما صارتش، نعرفوا العهده نتاع المكتب الجامعي هذايا توفى في 20 ماي، بعد 20 ماي باش نشوفوا شنو اللي يصير. نستناو هي شنو تقول يعني. نستناو بالطبيعه واللي هي كما قلت لكم انتم وكما شافوا وسمعوا الناس الكل اللي راهو حتى البارح معناها تواصلوا مع السيد وزير الشباب والرياضه، تواصلوا مع لجنه الانتخابات وجمع لجنه الاستئناف، دونك معها بعد هذا الكل بعد دراسه هذا الكل باش تكون فما مخرجات اللي مازلنا زاد كيف نحن باش نحاولوا نتواصلوا معاهم باش نخرجوا بحاجه اللي هي راي فيها ما تضرش كره القدم التونسيه وفي المصلحه تاع كره القدم التونسيه. مقابله المنتخب بنفس الاطار الفني؟ في بنفس الاطار، تو مقابله المنتخب باش مازال 3 جمعات يمكن، نهار 5 ونهار 9 فما 2 مباريات، دونك والاطار الفني هذايا راهو خدم وقت الدوره الوديه، وقت الدوره الوديه خدم، وبعد الدوره الوديه قعد هو يواصل يخدم، ونحن ارتئينا انه نخليوه لانه باش تغير اطار فني، نعتبره انه لازم تجي مكتب الجامعي هو باش ياخذ قرار كيف هذايا لانه هو باش يتعامل معاه، دونك واصل هو وهو الحقيقه حتى في العمل نتاعو اقنع، دونك ما نجموش توا نعملوا حتى شيء الى حين انه ان شاء الله يا ربي بالمباراتين هذوما تكون نتيجه طيبه، والى حين انتخاب مكتب جامعي اللي باش يتولى بالطبيعه هو اتخاذ ما يراه في الغرض هذايا. سي وصف ذكرت في الاجتماع من ما يهم النزول والصعود بالنسبه للرابطه الثالثه هذه ملفات حارقه ما تنجمش تستنى للانتخاب، كيفاش تتعاملوا معها؟ هي هو كان تبعت انت توا ما قلناش نستناو، نحن مش كل شيء يستنى الانتخاب، فما قرارات مهمه هي اللي تستنى الانتخاب لانه يلزم يتخذوها فيما حاجات استراتيجيه اللي هي فيها قناعات نتاع مكتب جامعي شنو يحب يتوجه، البقيه التسيير اليومي لاخر يوم راه باش نقعد نسير، وهذايا راهو من باب المسؤوليه، من باب انه فما مرفق عام متعهدين به، ما نجموش نخليوه ونقولوا حتى تجي انتخابات، قاعدين نسيروا تسيير يومي ساهرين اللي فيه المصلحه ان شاء الله تاع كره القدم واللي فيه مصلحه بلادنا العزيزه الغاليه.
في خصوص المقترح هذايا وانت كان سمعت قلنا لهم شنو قلنا لهم هذايا ماهوش جلسه عامه باش تقرر فيها ماهوش انا ولا اعضاء المكتب الجامعي من تلقاء نفسه نقولوا اي نعملوا هذه ونعملوا ايش لازم دراسه الدراسه هذه شكون يقوم بها اللي هي الاداره الفنيه باش نعرضوا المقترح نتاعهم للاداره الفنيه وبعد ما تراجعنا الاداره الفنيه فيه وتقدم المقترح فيه وتقدم رايها فيه نتخذوا ان شاء الله القرار اللي يكون ان شاء الله فيه مصلحه.